السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم في فيديو جديد. والنهاردة معانا 18 فولتس LXT Lithium Ion Cordless Impact Wrench DTW181RTJ. ده مفك ربط تصادمي لاسلكي مزود ببطارية 18 فولت، وبقدر استخدمه في فك وربط المسامير والصواميل. عندنا الساعات بالنسبة للبرغ المعياري، فبقدر استخدم من M8 إلى M16، وبالنسبة للبرغي عالي الشد فبقدر استخدم من M6 إلى M12. عندنا بالنسبة للبرغي المربع أو السوكت المربع فبقدر استخدم 12.7 ملي نص بوصة. عندنا السرعة بدون حمل بالنسبة لوضع الصدم الضعيف بتكون 1300 لفة في الدقيقة، وبالنسبة لوضع الصدم العالي فبتكون 2400 لفة في الدقيقة. عندنا عدد الطرقات في الدقيقة بالنسبة لوضع الصدم الضعيف بتكون 2000 طرقة في الدقيقة، وبالنسبة لوضع الصدم العالي فبتكون 3600 طرقة في الدقيقة. عندنا أقصى عزم تثبيت 210 نيوتن، ووزن الجهاز اللي معانا النهاردة 1500 جرام، وسعر الجهاز حوالي 575 دولار. من ضمن المواصفات عندنا 2 سرعة إلكترونية، عندنا سرعات متغيرة، وعندنا فرامل، وعندنا كشاف، وكمان موتور بدون فحمات، وعندنا تكنولوجيا الحماية الفائقة من الأتربة والسوائل. من ضمن الملحقات عندنا 2 بطارية ليثيوم ايون 18 فولت 5 امبير، وعندنا شاحن سريع وبيجي في شنطة زي ما حضراتكم شايفين. خلونا بقى نشغل المفتاح بتاعنا كده مع بعض ونشوف. زي ما حضراتكم شايفين ده المفتاح بتاعنا. عندنا مفتاح تصادمي لاسلكي مدمج بشكل كبير جدا جدا وخفيف الوزن. عندنا الجهاز بتاعنا 1500 جرام، وطبعا ماتور بدون فحمات زي ما ذكرنا، كمان تكنولوجيا الحماية الفائقة من الأتربة والسوائل، فتقدر تشتغل بالجهاز بتاعك في الأجواء الخارجية. كمان عندنا زي ما ذكرنا 2 سرعة إلكترونية. احنا دلوقتي على السرعة رقم 1. عندنا سرعات متغيرة، ومن خلال الضغط على زناد التشغيل بقدر اتحكم في السرعة. عندنا كشاف مزدوج لإنارة منطقة العمل. كمان عندنا اتجاهين، ومن خلال الضغط على المفتاح ده بقدر ابدل الاتجاه. عندنا وظيفة التوقف التلقائي للدوران العكسي. زي ما حضراتكم شايفين هناخد المفتاح بتاعنا للدوران العكسي وهنبتدي نشغل. بيتوقف تماما بعد الصدمة وبشكل طبعا كافي بعد ما بيفك الصامولة، فبيتوقف عن الدوران. حاجة هايلة جدا وحاجة مدمجة بشكل كبير وخفيفة الوزن، وتنفع معاك للشغل على السقالات، فحاجة ممتازة جدا ورائعة. Subcompact half inch impact wrench. Let's see what she can do. I mean, look at this thing with a half inch socket on it. That is pretty funny. All right, let's rock. All right, so, but I think after that, you know, 140 is going to be tough with this size lug nut anyway. All right. Let me even show you. 130. All right. 130. That's rock and roll. Can you see? Yes, you can. Let's take her off of auto. You know. There we go.
130 foot-pounds, half inch, blue edition, subcompact. It got it. All right. You guys can see. I want to leave it on now. All right, but it struggled. All right, but this can do more than the 3/8. Okay, so you know this would be great for me. All right, 140. All right, 140. Let's do it. 140. 140 foot-pounds, let's say. I got it. It did 140. Okay, so what is everybody flipping out about? This is great. عندنا تصميم مدمج ومريح للغاية وعندنا موتور بدون فحمات يوفر 210 نيوتن متر الحد الأقصى لعزم التثبيت وتم تصميم تقنية الحماية القصوى لرفع مستوى مقاومة الماء والغبار والتشغيل في الظروف السيئة. بكده بنكون انتهينا من الفيديو بتاعنا. أتمنى يكون الفيديو عجبكم. انتظرونا في فيديو جديد ومعدة جديدة ومعلومة جديدة في الفيديو القادم إن شاء الله. أشوفكم على خير.